بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني ويبهجني في هذا اليوم يعني اللي نظمته بلدة المحمدية بتعليمات من السيد الرئيس باش نحتفيو بهذا الجنود الخفاء جنود السيطة البيضاء اللي كان حصل الشرف 2011 بصهرت على هذه السبقة احتمرت واحد الجو ديمقراطي وجو شباب اللي غادي نبغي نقول لهاد الناس هادو بهذه المناسبة هو ساكنة المحمدية وحنا ممثلين ديالها راه تشكرهم اللي جعلوا هما اللي جعلوا المدينة ديالهم في مستوى ديال المدن النظيفة على صعيد المملكة وشكرا. رئيس بلدية المحمدية السيد مدير شركة سيتا مسيو روجي الحضور الكريم إخواني وزملائي المستشارين إنه لمن دواعي السرور أن أتناول الكلمة في هذا الحفل حفل استقبال شريكنا الأساسي بمدينة المحمدية في مجال يكتسي أهمية بالغة في الحياة اليومية للساكنة إنه مجال تدبير قطاع النظافة إن هذه الأخيرة تمثل جزءا ليس بهين في منظومة البيئة بصفة عامة وإذا كان العقل السليم والجسم السليم يرتبطان ببيئة سليمة فإن الواقع الحاضر يؤكد أن اختيارات مجلسنا في هذا الباب كانت جديرة بالاعتراف والاهتمام ولم يكن اختيار شركة سيتا لتدبير واقع النظافة بالمدينة اعتباطا بل إن المراجع التقنية والمالية والتجربة الغنية لهذه الشركة جعلتنا كلجنة مشرفة على السبقة مقتنعين بكفاءتها واستحقاقها لتدبير واقع تميز قبل سنة 2011 بما تميز به من إكراهات وصعوبات أثرت بشكل واضح على واقع المدينة ومجالها البيئي الذي كان يتسم بالنظافة والسكينة حتى سميت بمدينة الزهور حضرات السيدة والسادة أستهل هذه المناسبة لأشكر طاقم الشركة على مجهوداته ونكران ذاته في إصغائه لانتظارات الساكنة دون أن ننسى مجهودات الجماعة الحضرية والطاقم الإداري المساعد لنائب الرئيس مكلف بقطاع النظافة قدما بهذا القطاع إلى ما نرتضيه جميعا من جهة أخرى أهنئ باسم رئيس مجلس بلدي شركة سيتا على الثقة الموضوعة في شخصها بمناسبة تجديد عقد تدبيرها للقطاع على مستوى الدار البيضاء إنها ثقة مستحقة ولنا اليقين أن النجاح سيكون حليفها خصوصا وهي بصدد إدخال تقنية جديدة على مستوى التدبير نتمنى أن تحظى مدينة المحمدية بنصيبها من هذه التقنيات الجديدة وفقنا الله جميعا لما فيه خير هذه المدينة العزيزة علينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.